السلام عليكم ورحمة الله تعالى للجميع، مرحبا بكم مجددا في قناة بريكولي الشمالة. كنعتذروا على التأخر ديالنا، وشكرا للجميع على المتابعة وعلى التشجيع. المهم اليوم إن شاء الله غيكون الدرس ديالنا على هاد الغسالة لامارك ويربول AWE 63 16. كيفاش يمكن ليا نقرا هاد ليرور؟ كيفاش يمكن لي نكتشف او استخراج الخطا ديال هاد الغساله هادي من هاد لي ليد هادو؟ اولا كنشغلو الغساله وليلو والاخطاء كيطلعوا لنا في هادوك لي ليد الفوقانيين الخمسه، وكتشعل معنا هاد البوله ديال السيرفيس كيف ما كتشوفوا، كيشعلوا لنا هادوك البولات الا كان شي خطا كيشعلوا، وكتشعل معاهم هاد البوله ديال السيرفيس. وفي هاد الفيديو بالضبط غادي نكتشفوا كيفاش الطريقه باش نقراو هاد ليرور. كما كتشوفوا هاد البلاكه هادي اللي حطيت قدامكم دابا هي اللي راكبه في هاد الماكينه بالضبط، وهاد لي زيرور هما اللي غنكتشفوا وهما اللي غنوليو نعرفو نقراوهم في هاد لافيشور هادي بلا ما نحتاجو للمشاكل ولا نبداو نقلبو في نبداو نعبرو ولا نقلبو. هاد لا ماشين واخا قديمه راه كتكتب لينا لي زيرور في هاد لي ليد هادو. كيف ما كتشوفوا عندنا خمسة ديال البولات كما هو 3 4 5، وكل بولة فيها رقم. مثلا البولة الاولى فيها 1 2 4 8 16 4 8 16، ولا جمعنا هاد الاعداد كاملين غيعطيونا 31. دونك هاد لا ماشين ويربول غنلقاو فيها 31 ايرور. 31 ايرور كتختلف، يقدر يكونوا جوج ديال لي زيرور مشاركين، ولا جوج ديال لي زيرور كاينين في ايرور واحد. مهم، وهاد لافيش هادي كما كتشوفوا F17 F27 حتى F31. F31 هو الاخر وهو اللي لقينا ديك لا ماشين. دونك حنا دابا غادي مزيان F31، وهاد الطابلو ان شاء الله راه غادي نخلي لكم في الباج ديال البريكولاج الشماره فيسبوك. اللي بغى يدخل ليه، اللي بغى يدخل الباج، اللي بغى يدخل يشجعنا ويشترك معنا مرحبا به، كنفيدو ونستافدو ان شاء الله. دونك باش يمكن ليا نخرج انا هاد الايرور هذا، وباش يمكن ليا نعرف ان هاد الهضره راه صحيحه ومؤكدة، كاين عندنا هاد ويربول هادي اللي ما فيهاش لي سوراج، ماشي اللي ما فيهاش دوك لي ليد ديال لي سوراج، حيت دوك لي ليد ديال لي سوراج حتى هما كيشعلوا حتى هما تيعبروا على اخطاء. كيف ما كتشوفوا عندنا خمسة ديال لي ليد ديال لي سوراج، وكاين خمسة ديال لي ليد ديال البروغرام. عندنا هاد لافيش، هاد البروغرام، هاد لاكارت هادي فيها لافيشور، ما كنحتاجوش اننا نقلبو على لي كود. هاد لافيشور كتكتب لينا الايرور هنا، مثلا F13 ولا F3 ولا F5، كتكتبها في لافيشور، ما كنحتاجش نقلب. مثلا خرج لي F5 كنمشي لجوجل كنكتب F5 كيطلع لي البروبليم. هادو هما لا كارطات كما كتشوفوهم، تيكونوا مختلفين في السيري كما كتشوفوا، تيكونوا مختلفين ولكن راه عندهم نفس الخدمه، ولكن لاكارت ما تخدمش لوحده اخرى. كما كتشوفوا دابا غنديروا واحد التجربه، غنحيدوا الفيش ديال لاسوند وحنا ما عارفينش دابا الكود. حنا غنحيدوا الفيش ديال لاسوند وحنا ما عارفينش شنو هو الكود اصلا. غنطفيو ونشعلو ونشوف شنو كاين. كما كتشوفوا الماكينه طافيه، بغينا نشعلوها شنو غتكتب لينا. كما كتشوفوا لي ليد اللي شعلو، جوج ديال لي ليد ومعاهم بوله حمراء ديال السيرفيس. شنو كتقول ان الماكينه شي حاجه ما خداماش فيها. دونك هاد لي ليد شنو هما الواحد والربعة. الواحد والربعة ديما كنختارو الرقم واحد من جهه البوله ديال السيرفيس، من جهه البوله الحمراء، وكنبدا الحساب من واحد. 1 2 4 8 16. دونك عندنا الواحد زائد 4 تساوي 5. دونك
الايرور اللي عندنا هنا هو اف 5. اف 5 باش نقلب عليه الانترنت شنو غيقول لنا، غنقلبوا وغنشوفوا في لافيش عندنا شنو كتقول لنا اف 5. اف 5 شنو كتقول؟ ها هي اف 5. اف 5 كتقول لنا البروبليم ديال لا سوند، كيف ما كتشوفوا بروبليم دو سوند تمبيراتور فيريفي الفالور دو سوند 10 كيلو اوم في درجه الحراره اللي هي 30 سيليسيو و5 كيلو اوم في درجه الحراره اللي هي 50 سيليسيو اي سا كونيكتي. المهم عندك شي حاجه في لا سوند خاصك تقلبها معلم مزيان، فهمتي؟ الا عندك البول الاولى شي كدير ديبار ماكينه ما كتستجبش لك، كتقول لك راه كاين شي ايرور الماكينه ما كتبقاش تستجب، كتقول لك راه كاين شي ايرور وخط فيها وتشعلها كتقول لك راه كاين شي ايرور في هاد لا ماشين، قلب مزيان راه غتكتشف. دونك حنا غنرجعو لا سوند ديالنا باش نتاكدو ان الماكينه ما فيها حتى مشكل. كنحاولو نطفيو ونشعلو باش نتاكدو، نطفيو ونشعلو جوج مرات باش لا كارت كتقرا لينا هذيك لا فالور ديال لا سوند باش نتاكدو. كيف ما كتشوفوا دابا لا ماشين طفات لينا هذوك الايرورات اللي كانت شاعله. دابا غندوزو نتاكدو مزيان وغنحيدو لي فيج ديال الموتور باش نعرفو فري واش قرات هاد الايرور غتقراه ولا لا، الايرور ديال الموتور غنشوف واش غتقراه ولا لا. حيدنا الفيج ديال الموتور دابا كما كتشوفو، ها هو فيج ديال الموتور فيه طاكيميتر فيه لي بوبيناج ديال الموتور كاملين غنشوفو. دابا مازال ما قراتش انا الموتور، غنحيد كنعاود باش نتاكد مزيان. كما كتشوفو شنو شعلات لينا، ها هي دابا شعلات البوله ديال السيرفيس حمراء وشعلوا معاها 4 ديال البولات، وبالتالي كنعرفوا ان غنشوفوا دابا واش الموتور فعلا عنده مشكل ولا لا. كما كتشوفوا شعل لنا 4 البولات، شعل الواحد والجوج والثمانية والستة. كما غنشوفوا عندنا الواحد وعندنا الجوج وعندنا الثمانية هي اللي شاعله و16. دابا غنشوفوا واش فعلا هاد الايرورات اللي شاعلين عندنا، هاد البولات اللي شاعلين، الا تبعنا هاد القاعده وجمعنا هاد المجموع وخرج لينا وبشينا لافيش غنلقاو فعلا ان الايرور ديال الموتور كيما نشوفوا عندنا 16 اللي شاعله. دونك غنحسبوا عندنا الواحد زائد جوج زائد 8 زائد 16. اذا عندنا الواحد والجوج و16 هما اللي شاعلين، دونك المجموع غادي يخرج لينا هنا 27. دونك الايرور اللي غنقلبوا عليه حنايا في الانترنت ولا في هاد لافيش اللي غنخليها لكم في الباج اللي في فيسبوك بريكولا الشماره هي اف 27. دونك حنا باش غنمشيو غنقلبوا غنكتبوا اف 27 غادي يخرج لنا الايرور بطبيعه الحال، غنقلبوا عليه وغنمشيو نيشان لومبان اف 27. دونك ملي غنقلبوا على اف 27 راه فعلا غيمشي نيشان الموتور وغنلقاو ان الايرور كاين في الموتور كما كتقراو دابا. كما كتقراو تيقول لك هنا لا غوتاسيون دو موتور وهنا لانفيرس ديال الموتور. المهم كابلاج الموتور، المهم شي حاجه عندها علاقه بالموتور، عندها علاقه بالموتور هي اللي كتافيشي اف 27. بالفعل الا كانت عندك ويربول فيها لا فيشور غتكتب لك اف 27. هذا هو المعنى ديال هاد الايرورات هادو، والاغلبيه تعرف اقراهم. حنا درنا هاد الفيديو للذكرى وماشي الاغلبيه يمشي الايرور ديريكت. ودابا حنا غنرجعوا هاد الفيش ديال الموتور غنرجعوه وغنتاكدوا واش هاد لاكارت باقا كدير لنا الافيش ديال هاد البولات ولا لا. كما غتشوفوا غنشوفوا ها هما البولات تحيدوا، كيف ما كتشوفوا البولات ما بقاوش شاعلين كيف ما كنا كنشعل الواحد والجوج والثمانية و16.
فهاد الحالة كنتأكدوا أن لا ماشين ما فيها حتى ايرور. وهادو هما الايرورات لي زيرور ديال الويربول بادية من 1 حتى 31. هذا كيعني أن كاين 31 بان في هاد لا ماشين، 31 بان. باش تأكدوا منه كنحسبوا البولات وكنتأكدوا، سهلة. كنمشيو كنكتبوا داكشي في جوجل ولا في شي ابليكاسيون، المهم باش نسهل على راسي، باش نسهل على راسي. كاين الواحد، كاين الجوج، وكاين 4، وكاين 8، وكاين 16. صافي، المجموع ديال هاد لي زيرور هما 31، 31 ايرور. عذرا على الكتابة، أنني كشاد تليفون بيد وتنكتب لي بيد وحدة. مهم 31، وهاد 31 هو الايرور الأخير موجود في هاد لافيش. وهاد لافيش كما قلت لكم غتلقاوه في الباج ديال البريكولاج تمارا. مرحبا بكم في باج بريكولاج تمارا، اللي بغى يدخل عندنا كاين الجديد. وغنحط هاد لافيش، هاد لافيش تكنيك ديال ويربول ديال لي زومبان ديالها بصفة عامة، 31 بان. هنا الا بغيتي دير لاناليز لهاد لاكارط هادي، كدير البروغرام ديال فيدونج، اول بوطون على يدك اليسر كيف ما كانت الماكينه ديال ويربول. كندور السيليكتور دوره واحده على اليسر وكنورك لها على ان اللي 4 مرات كتدخل الماكينه في البروغرام ديال انيلي. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم، وشكرا ومرحبا بكم في قناه بريكولاج شماره.